بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 225 متر صافي، شقة ألترا سوبر لوكس. دي كده البلكونة بتاعتها وده الفيو بتاعها. نبدأ نرجع كده على الشقة بتاعتنا. ده الريسبشن اهو، اول حاجة بتجيلنا من البلكونة. ريسبشن اربع قطع، ريسبشن اربع قطع. الشقة بتتباع بالستاير، بالستاير اللي حضرتكم شايفينها قدامكم دي بتتباع بيها. ده كده الشكل ريسبشن اهو بالديزاين بتاعه او بالديكور المعمول فيه. نبدأ نرجع هنا بقى كده، عندنا اللي احنا شايفينه قدامنا هناك على الشمال ده، ده باب الشقة، باب مصفح. باب الشقة باب مصفح، والشقة معمول فيها ديكورات بالاحجار. باب الشقة، مقابل باب الشقة في المراية اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا كده لو دخلنا من باب الشقة هيبقى يميننا الريسبشن اللي احنا جايين منه. على الشمال بقى نبدأ ناخد اول حاجة معانا هنا المطبخ، طبعا بيكون قريب من الريسبشن. ده المطبخ اهو، وبرضو البيع يشمل المطبخ الخشب الموجود ده. ده مطبخ خشب جديد ورخام لم يستخدم قط. ده شكل المطبخ بتاعنا اهو، مطبخ ما شاء الله كبير وواسع جدا، لوحده يعمل له حوالي 4 في 5 ما شاء الله. زي ما حضرتك شايفين كده مطبخ الخشب ده لم يستخدم من قبل. تشطيب الشقة سوبر لوكس. طبعا الشقة في الدور الثالث، ثالث بلكونة. نبدأ بعد كده نخش على الغرف والحمامات. احنا عندنا 3 غرف و2 حمام، منهم حمام في غرفة ماستر. دي اول غرفة معانا اهي، مساحتها تقريبا 4.5 في 5.5، 4.5 في 5.5. في تكييف برضو في المطبخ لم يستعمل. دي كده الغرفة التانية اهي، مساحتها تقريبا برضو نفس المساحة، اقول 4.5 في 5.5 او 4.5 في 5 برضو. بعد كده هنا الحمام الرئيسي بتاع البيت، وطبعا فيه كابينة شاور. حمامات ايديال ستاندرد. طبعا في موتور ميه مشترك مع السكان، وعداد الكهرباء قديم، في عداد كهرباء قديم، والستاير كامله في الشقه كلها، على شبابيك الشقه كلها موجود ستاير. دي هنا كده الغرفه الثالثه اهي، مساحتها برضو تقريبا 4.5 في 5، ومعاها الحمام ده في نفس الغرفه. معلش نراجع تاني برضو على البيانات. عنوان الشقة حدائق الأهرام، متفرع من شارع الجيش، البوابة الرابعة. عمارة مبنية على 500 متر، وحديقة خاصة بالمنزل 500 متر. العمارة مكونة من 6 شقق، منها شقتين في الدور الأرضي دوبلكس بحديقة، والشقة بتاعتنا في الدور الثالث. طبعا العمارة مجهزة لركوب أسانسير، وفي بارك أسفل العمارة. طبعا هي الشقة مش مشتركة فيه، بس ممكن الاشتراك فيه عادي. الشقة مساحتها 225 متر صافي، 3 غرف وريسبشن 4 قطع، ومطبخ و2 حمام، منهم حمام في غرفة ماستر، وفي موتور مية خاص مشترك مع السكان، وعداد كهرباء قديم، وباب الشقة باب مصفح، التشطيب بتاعها سوبر لوكس، وفي ستاير كاملة على الشبابيك. طبعا في حارس للعمارة، المدخل متشطب جديد، وفي انتركوم. الريسبشن بتاع الشقة بيبص على الحديقة بتاعة المنزل، والخلفي بيبص على الحديقة والفيلا اللي تحت.
مطلوب في الشقة 1,400,000 قابل للتفاوض. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.